الفنان المغربي فهد مفتخر يعلن اعتزاله الفن بصفة نهائية. أعلن الفنان المغربي فهد مفتخر عن خبر اعتزاله الفن بصفة عامة بصفة نهائية وبدون عودة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية. ونشر فهد مفتخر تدوينة عبر خاصية ستوري بصفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، كتب فيها: قرار نهائي بتاريخ 1/4/2022 أعلن اعتزال الفن بصفة نهائية وبدون عودة. وأضاف: عفى الله عما سلف، الله يهدي جميع المسلمين، شكرا لكل شخص دعمني ووثق في موهبتي، شكرا لمحبيني من جميع أرجاء الوطن العربي. وتداولت الصفحات المختصة بأخبار الفن والمشاهير على الانستغرام تدوينة مفتخر بشكل كبير، بحيث تساءلوا عن السبب الذي جعله يعتزل بصفة نهائية وبدون عودة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.